رشا العربجي وجاية مشان الوظيفة. وأنا رزانة مسعودي وإجيت كمان مشان الوظيفة. عربجي؟ رزان مسعودي. أنا مسعودي. تفضلوا ارتاحوا تفضلوا. هلا شوي بيرضى السيد ماجد وبيقابلكم. تفضلوا. بونجور، يعطيكم العافية. كيفك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أنا حازم الأغواني، جيت مشان اللي بتعرف اللي. أخبارك؟ يعطيك العافية. تفضل. الأغواني الله يرحمك. يا سلامي. ألو. إيه. لا ليبني جاي. حاضر. عرضكم أنا مضطر أطلع هلا. هلا شوي بيبدا السيد ماجد وبقابلكم. خليكم ناطرين هون لحد يروح. ما في أي مشكلة، صبايا عندي بأمانتي. خلص، يعطيك العافية. في غلطة بالحياة. والصبايا جايين لهون مشان الانترفيو؟ أكيد مو مشان المني. الحمد لله نحن مقتدرين ومعنا كثير مصاري. أنا أجيت لهون بس مشان أتسلى. واضح. وأنا أجيت أكيد مو مشان الراتب. أنا أصلاً بصرفهم بتكي عند الكوفر. حسيت إنه نحن كلياتنا من جماعة التكي. أساساً أنا غرامي التكي وبحب التكي ويقبرني التكي وعالتكي ونص. عن جد صبايا، عن جد مو معقول. يعني نحن حياتنا كلياتنا شو؟ مولات، كافيتيريات، مطاعم، شوبينج شوبينج شوبينج. يعني ما في شيء حقيقي. عقبال ما نعمل شيء حقيقي نحن الثلاثة ما ايه. وكرمال هالشيء انا حكالي عمو ابو مدر مع هذا مدير الشركة ماجد. يعني انا مو معه شو بحبه لابو مدر. يعني انا كنت حبه لابو مدر شوي، صرت حبه كثير. اما انا فكانت واسطتي المدام انجي. لا، واتصلت مخصوص مع السيد مدير الشركة ووسطه فيه. ايه برافو برافو ست انجي، ما في منها. بتعرفوا صبايا، يعني الواحد اللي ما عنده واسطه ما عنده ظهر، والظهر اهم شيء بالحياه. يعني هو الساند تبعنا. انتوا بتعرفوا مين واسطتي؟ مين؟ فاروق. واو، مو قليله بنوب. طبعا مو قليله بنوب. انت شو عم تسوي هون؟ ولا شيء، عم نظف والله يا استاذ. عم تنظف ولا عم تسمع الحوار الداير بيني وبين الانسات الحلوات؟ اعوذ بالله. لا والله مو قصدي، يعني بجوز بالغلط يعني. لا حسيت عليك، عينك طارفه عليهم وادنيك معنا يا نمس يا تبع باب الحاره. اعوذ بالله يا استاذ. ولو قلت لي ماشي، روح نعمل شيء، روح نسوي لنا في الجنينة قهوه. مالك شايف الصبايا الحلوين قاعدين عندي هون بالشركه؟ يلا على عيني. شيلها معك هي. امرك. يلا لف العكس. يعني بيشتري البهدله مشترى، شو بده قاعد عم يسمع حديثنا؟ شو هالقصه هاي؟ فضول الشحادين امثاله، بيحبوا يعرفوا كيف الناس اللي مثلنا بتحكي وبتتصرف. واو 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 واو, واو. فعلا انا يعني بصراحه احسنتم انتوا التنتين على هي الاجوبه، لانه انا قديش ماري على راسي اجوبه متقنه مرسومة عم تلمع. بس هيك شي جديد كتير، عن جد رائع. لك شو صار بالقهوة يا أبي؟ مو شايف عندي ضيوف؟ أنا أول ما مكن حالي هون حخلي ماجد يقلعوا لهالنكرة من هون. وشو رح تستفيدي؟ كلهم أضرب من بعض. رهيبة. ما هو شو عن جد؟ نناتكم أرهب من بعض. أنا بدي وصي لماجد يشغلكم معي هون. أكيد رح تشتغلوا. مو معه شو رهيبات أنتو. مرحبا. مو هون مكان التقديم على الوظيفة؟ وأنت شو جاية تعملي هون؟ فعلا عزيزتي، هذا السؤال موجه لك. انت شو جاي تعملي بهذا المكان؟ يعني هذا الشغل بده ناس محترمه، ناس رايقه، ناس اكابريه مثلنا. شوفي الاحترام، انا بحياتي ما شفت هيك احترام. فانت جاي لهون على شركه تقدمي وظيفه؟ لا مو معقول، مبالغ في هذا الشيء. انت اكيد مخرطه بالعنوان، لان مو معقوله وحده مثلك بهيك موديل وهيك ستايل تتوظف. وهون اذا هالحكي مزبوط انا دغري بترك. انا هي شهاداتي بتحكي عني. شو؟
شهاده شو يا عمو؟ شهاده شو يا بابا؟ تعي تعي احكي لك كلمتين. الشهاده ما بتفيدك هون، هو بيفيدك الادب، الاحترام، الاكابريه، هدول الشغلات. وين عايشة انت؟ ليش لسه في حدا بيتوظف بشهادته؟ مجنونة انت او هبلة؟ حبيبتي دبية وما عاد تطلعي تأرجيها لحدا كرمال ما تقلبي مسخرة اكثر من ما انت مسخرة. تفضل استاذ. وين الثاني ساعة لتجيب القهوة؟ ايش بدنا نساوي؟ غاز ما في، يعني دبرنا حالنا. ايه بكره بس اتوظف هون حتشوف شو حساوي فيك. ايه على راسي، بتموني على الرقبه. تفضلي استاذه. على فكره انت بتستاهل هذا الكلام لانك انت ابطا من السلحفه، وبرافو عليكي. بكره بس تتوظفي قلعي قلعي. تشرب شيء يا انسه؟ شكرا عمو، شكرا، ما بدي شيء. ما بدها تشرب شيء، اساسا مكانها مو هون. وما احلانا نشرب شيء مع هيك شكلها. ولك اسمع الكلام، اسمع الكلام الذهب. يلا لا جيب شيء. يلا شو ما جيب شيء؟ تعليمات الاستاذ ماجد، اي حدا بيجي لهون لازم ضيفه. لك شو هالحكي هاد؟ انا عم اقول لك هذا الكلام، شو بدك كلام الاستاذ ماجد؟ انقلع من وشي، يلا انقلع ولا تجيب شيء ياك، يلا روح. على فكره انتم ما فيكم ذره من الذوق والادب والاخلاق، لك مو عيب عليكم تحكوا هيك مع واحد قد ابوكم؟ هي ومو ناقصنا غيرك يا حمصة الكي يعطينا مواعظ وحكم ولا؟ لا صاحبة مبدا، عم تحكي عن الاخلاق والتربية والادب حبيبتي؟ شكلك ما بتعرفي مين المامي والبابي ما؟ ولك يقبرني البابي والمامي انا، لك يستملي هالايدين اللي جابت هيك شكيلات وستايلات وموديلات. لا تهزوا بدنكم، لا تهزوا بدنكم صبايا حبيباتي، انتوا ما في شيء بيستاهل، بعدين هدول حسالة المجتمع. لا تاكلوا همون بنوب. معلش معلش يا بنتي، لا تردي عليهم، الكبار ما بيردوا على الصغار. خير خير خير، شوفي ليش صوتكم طالعه؟ نو 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 ولا شيء، حديث عادي ما في شيء. انا بالاذن. الله معك روحي، شو عم تقولي لا؟ الله معك روحي. لحظة، علي الحلال ما بتروحي. اسمعي يا بنتي، استاذ ماجد لازم يشوفك، ضروري يشوفك، اكابر وابن عيله، ماشي؟ توعديني ما تروحي. وعد. اشربي معي. شكرا. انا 10 دقائق فايت عند استاذ ماجد من طبيب. لا هذا لازم نتقلع فيها، نحن بس نشتغل بأي شركة لازم نقلعه. نجيب شي وحدة تكون هيك نغروشة وأكابرية. الو وستاي. أهلين استاذ ماجد. حاضر حاضر، على عيني على راسي. حضروا حالكم كلكم، استاذ ماجد دقيقتين بده يشوفكم. ما في مشكله ما في مشكله، احنا جاهزين. لا كابري والحضور كلها نقط. ادخل. على فكره ام فاروق تبعت لك بوسه. اهلا وسهلا، شرفتونا والله. شو بقى كانت تغيرت سحنتكم؟ لا الهيئة بتخافوا ما؟ لا أنا ما بشغل ناس جبناء عندي. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. ايه عرفونا بحالكم؟ أنا رشا من طرفي. بعرف، حكى معي أبو مضر. وأنت؟ وأنا رزان من طرفي. حكت معي أنجي وحكت معي ام فاروق. لك يا عيب الشوم عليكم، بس انتوا عن جد رح تستلموا مفصل من مفاصل هاي البلد المهمه؟ طبعا. عم تقلي طبعا كمان؟ لك يلي عملتوه برا بيسود الوش. صح. لك الحياه مو هيك، الحياه تعامل، الحياه احساس، الحياه اخلاق تربيه، هاي هي الحياه. بعدين لك ما بتسعوا على حالكم بتحاكوا ازم بهي الطريقه؟ هذا الازن يلي عم ينظف وسخكم، لك انتو شو مفكرين الحياه؟ مصاري؟ عز؟ سيارات؟ لا، الحياه غير هيك، الحياه ابسط بكثير، الحياه تعامل، حياه انسانيه. شوفوا زميلتكم ما شاء الله عليك، عن جد والنعمه التربايه. انت تربايتك واخلاقك يا بنتي شي بيرفع الراس. استاذ انا معي شهاده. لا يا بنتي ما في داعي لشهادتك، اليوم شهادتك هي اخلاقك. طبعا طبعا كابتن ماجد. على فكره انت من هي اللحظه بتعتبري حالك موظفه عنا هون وباعلى راتب، ويا ريت تسلمي على اهلك.
ترقدي من سلامتي. ونحن استاذ ونحن بكره كمان ما؟ اكيد نحن بكره اكيد ما. انتوا ما عندكم شغل عندي، تعالوا لبرا. مشان الله يا استاذ، انا حلمي اتوظف عندكم. استاذ لو سمحت، انت بس اعطينا فرصه ومن هونك نغير كل سلوكنا. هذا الكلام ما بيفيدني. بس ست ام فاروق ويعني تعالوا لبرا. حاضر عم حاضر. بصي يا عم نظارة، اليوم رايح تعتبري هاي الشركة شركتك.